صرحت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنه يتم حاليا إجراءات تنفيذ مصنع المطاط الصناعي البولي بيوتادين داخل مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار. وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات سعد هلال في تقرير لوزير البترول المهندس طارق الملا، أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 36 ألف طن من المطاط الصناعي، والذي يعتمد على توافر منتج البيوتادين من مجمع إيثيدكو كمدخلات إنتاج، والذي يتم تصديره حاليا. وأشار التقرير إلى أن المصنع الجديد سيساهم في سد احتياج السوق المحلية من هذا المنتج الذي تقوم عليه العديد من الصناعات التكميلية المهمة مثل إطارات السيارات وسيور الحركة والسجاد.